صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم حسين خريس وروات جرمانوس من أمام العدلية في بيروت. طبعا بالنسبة إلى قضية تفجير المرفأ، هذه القضية آخر المستجدات المتعلقة بها كانت إطلاق سراح كل الموقوفين في هذه القضية، ما شكل فضيحة على المستوى القضائي وعلى المستوى القانوني. هذا الأمر يقوله خبراء قانونيون. إطلاق السراح هذا أتى على يد القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز، وذلك بعد مشاحنات وادعاءات مضادة بينه وبين المحقق العدلي القاضي طارق البطار. لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بهذه القضية سأتكلم مع وكيلة الدفاع وشقيقة أحد الضحايا سيسيل روكوز. سيسيل، نحن على الهواء، شو آخر المستجدات المتعلقة بهذه القضية؟ هل نامت القضية؟ لا، هل بدنا، ما رح نخليها تنام. إذا مفكرين أنه بدهم ينيموا ونحن ما رح نخليها تنام. ممثل الحق العام يلي أطلق سراح كل الموقوفين هو مفترض يكون عم بلاحق معنا للحق العام هون. نحن بدنا نقول له شوف شي طريقة. قاضي غسان عويدات، يعني القاضي غسان عويدات يلي ادعى على القاضي بيطار يلي هو عم بحقق بالملف ومنع السفر عنه، جنون يلي ساير هيدا الجنون واللي قسم العدلية بهالطريقة، ما رح نخليه يأثر على العدالة لشهدائنا وضحايانا. يعني نحن بدنا نقول لهم مجلس قضاء الأعلى مفترض أنه يجتمعوا ويلاقوا طريقة، في حلول، في حلول أنه الهيئة العامة يمشوها بالقضاة بالتكليف وقضاة بالانتداب، يعني يلي منتدبين. القانون ما بيقول أنه لازم يكون القاضي أصيل، في عندكم حلول مشوها. نحن إذا مفكرين أنه أطلقتوا سراح الموقوفين والشوكة اللي كانت على صدركم راحت، لا، الشوكة اللي على صدركم هو ملف تفجير المرفأ، من فجر ومن قتل إخواتنا. هيدا نحن الشوكة الأكبر يلي رح تكون على على ضميركم. كل قاضي يلي هن عم يرفضوا انه يكونوا بالهيئه العامه، ما عليه يعني اعتبروا انه حدا من اخواتكم مات. كيف يعني بالمعطيات، بالمعطيات وبالاجراءات اللي ينبغي انه تستكمل، شو يلي صار اخر شيء؟ اخر شيء ما عاد صار شيء، كله مجمد، اطلقوا سراح الموقوفين وارتاحوا. نحن هلا اليوم عن وين وقفتنا؟ اطلقوا سراح التحقيق، لانه نحن عم نحكي بانفجار مرفأ بيروت. هو مين قتل العالم يلي كانوا امنين ببيوتهم؟ مين قتل خيه وابنه وكل هالعالم؟ مين فجر مدينه بيروت؟ هيدا ما عم نطلب شيء مش قانوني، نحن عم نطلب تحقيق يا جماعه، حقنا. اليوم اليوم قديش في مخالفات للقانون؟ في كتير إذا بدك أقعد. بمعنى لا، بمعنى أنه كيف قضية بهذا الحجم تتجمد، ما بتستكمل، في إجراءات معينة السياسة بالمسار القضائي واضحة. امبارح كان في عالم عم بيطالبوا بحقوقهم، عسكريين وغيره، فاتوا لعند رئيس الحكومة قال لهم جيبوا لي تمويل، عم ينطروا العالم ليجيبوا تمويل. نحن ملفنا ما بده تمويل، نحن ملفنا بده اجراءات، اتخذوا اجراءات ومشوا لنا تحقيق. نحن بس بدنا قاضي يشتغل، بعد بدك ارخص من هيك؟ بدنا قاضي يشتغل، نحن ما بدنا لا تمويل ولا بدنا شيء، نحن بدنا قاضي يشتغل. كانوا متهمين القاضي بيطار بالسفرات، تبين مين هو يلي بيشتغل تحت أمرة السفارات وتحت أمرة السلطة السياسية. هل صحيح أنه القاضي غسان عويدات تلقى طلب من السفارة الأمريكية لإطلاق سراح زياد أبو العون؟ منا سرية يعني، كل العالم صارت الكتابة شيء والنشر والحقيقة وصلنا مثل ما وصل لكل العالم أنه السفارة الأمريكية بدها أحد الأشخاص الأمريكيين تخلي سبيلهم وأطلقوا سراح، لأنه القاضي بيطار ما قدروا يشيلوه بطريقة منا قانونية، لأنه عم يشتغل وفقا للأصول وما عندهم طرق يقيموا فيها، يقبعوه مثل ما بيحبوا يقولوا. طلعوا بطريقة مش قانونية، اغتصب سلطة، هو القاضي عويدات اللي اغتصب سلطة، مدعي على القاضي بيطار باغتصاب السلطة ومنع عنه السفر بوقت هو اللي اغتصب سلطة. اليوم القاضي بيطار هل علمتم أي شيء عنه؟ لا، هو نحن مثل ما عرفنا انه عم بيشتغل على القرار الظني، هو ما راح يوقف شغله، راح يكفي شغله لو من البيت ولو هلا كسرا، مكفوف يده كسرا، بس هو مكفى بشغله. شكرا لك سيسيل روكوز وكيلة الدفاع عن اهالي الضحايا، وايضا شقيقة احد
الضحايا الذين قضوا في تفجير مرفأ بيروت. الأهالي إذن يجددون التحركات. ويليام كيفك؟ ويليام شو يعني آخر المستجدات المتعلقة بتحركاتكم وبالتصعيد شو هي؟ لك أول شيء التصعيد والتحرك بيصير على طول ما بتعرف حسين ردة فعل على شيء بيعملوه، بس نحن اليوم جايين بمطلب واضح إنه يطلع حدا من القضاء مجلس القضاء على يقول إنه بند المرفأ على الجدول، ويطلع يخبرنا انه القاضي بيطلع اللي عمله الفتوى القانونيه اذا هي تعتبر قانونيه او لا، نحن نعرف اذا القاضي طلع قرار ظني من خايف انه يقوموا ما يعترفوا فيه بكل بساطه. فحتى التعيين بيصير تعيين سري، اذا بده يصير بيصير بلا ما يكون محطوط على الجدول. من هيك جينا اليوم عرفنا في جلسه من الاعلام عرفنا، وناطرين تنشوف بس تخلص الجلسه اذا نحط حدا يبت ان كان قانونيته وان كان سلبي او ايجابي. نحن بنلتزم بقرارات المجلس القضاء شو ما طلعت بكل صراحه، بس انه الفكره انه بقطع فتره القاضي وديت القاضي بتار مثل انه قاموا على بعضهم عملوا هالرده فعل اثنيناتهم كانه حدا فات هيك قال لهم انه روقوا انتوا قضاة او روقوا ما نايموها شوي، ونحن بتطلع على طول بالقضيه يعني كيف ما برمت القصه بتطلع اخر شيء بيروقوا الموضوع على حساب التحقيق. التحقيق له شهر ونص واقف، كان سبق وقف سنه وشهرين، وقت القاضي بيطر طلع قال له انا عندي فتوى انه يبرد حالي، عظيم رديت حالك، هلا ما عندكش ولا فتوى؟ بكل بساطه نحن مثل ما بتعرف انت مش مقلهين حتى القاضي بيطر، نحن بنقول اذا انت بدك تكفي كفي، مش قادر تكفي قول مش قادر كفي، بس مش يعني بيلعبوا فينا ساعه ايه ساعه لا، ساعه هي الفتوى بنعملها ساعه الفتوى لا مش قادرين نكفي فيها، يعني نحن بالمطلق يعني كان القاضي وديت ما في عمله ابدا مش قانوني، طلع الموقوفين وكان في ضغط امريكاني لتطلع محمد العوف، وهذا الشيء الكل الناس بتعرفه ومش سر، وحتى انت حكى على لسان القاضي وديت انه كان في ضغط امريكاني تطلع عليهم. هون بتشوف السفارات صالح مين بتتدخل، هذا شيء ايجابي يعني دخلت صالح الموقوفين محمد العوف الشخصي، بس انطلع موقوفين على اساسه. ثاني شيء القاضي بيطار عمل هالفتوى القانونيه ورجع فجاه يعني قدم حط جداول او استدعى ناس فجاه تراجع عن الاستدعاءات وقعد. طب هالفتوى القانونيه اللي عملتها انت وين؟ عرفت؟ يعني انا مش انه مهاجمه بالشخص، انا مهاجمه بنقول كل القضاة انه ساعات بدكم بتعلوا وساعات بدكم بتوطوا تطلع شيء على حساب الناس بكل القضايا خاصه قضيه المرفأ، فيتفضل مجلس القضاء الاعلى هو مجتمع يقول ان كان هالقاضي شغله قانوني او لا، احنا نعرف شو بدنا نعمل بكل بساطه. شكرا لك ويليام نون. استاذ جيلبير كيفك؟ نحن على الهواء، بس بدي اسالك شو اخر معلوماتك فيما يتعلق بهذه القضيه؟ شو هي الإجراءات اللي مفترض أنه تكون هي يعني قانونية، بمعنى أنه لما بيصير في قرار يعني مفترض أنه يستكمل أو يكون في إله تنفيذ يكون في إله ترجمة، اليوم شو اللي عم بيصير؟ تجمد كل شيء هكذا وبلا سبب، ويحق لهم تجميد كل شيء وبلا سبب؟ الظاهر يعني من بعد ما صار في الادعاء من الرئيس عويدات على الرئيس طارق البيطار باختصاب السلطة، وشفنا هيدا الشرخ القضائي الكبير، فأكيد رئيس طارق البيطار أراد أنه ما يتحمل تبعات عم بيحملوه مسؤولية الشرخ القضائي، فجمد لبين يتبين لنا يعني جمد المذكرات الادعاء وبالأحرى الجلب والتبليغات كلها والاستجوابات اللي كانت مقرر أنه تصير، بانتظار أنه يلتقى حل معين، لأنه مدعم التمييز هو مفروض يكون عم بيساند التحقيق ما يكون خاص، مفروض يكون في تداول بمسألة الدعوة اللي أقامها الرئيس عويدات على الرئيس بيطار، وهو الرئيس بيطار حتى عم بيطالب أنه عينوا لي قاضي تيحقق معي تا نمشي قدما بهيدا الملف ونمشي بالإجراءات كما ينبغي 100% تنمشي بالإجراءات كما ينبغي. وهو الدلو اللي عنده إذا بدك سيف معنا ومسلط فوق راسه ويهددوه بإحداث شرخ بالقضاء وباختصاب سلطة معينة، حققوا معي أنا واثق من صلاحياتي واثق من تطبيقي للقانون والتزامي بالأحكام الأحكام القانونية، ولا سلطة تعالوا على سلطة التحقيق العدلي، هذا شخص معين بمرسوم وبقرار بعدين من وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بالإجماع. فالآلية المعارضة إذا بدك أنت تشيله من موقعه ما في آلية حاليا، هو عليه أنه يكمل تحقيقه ويطلع القرار الظني، وإذا هالقد هن مستهبين التحقيق قادرين يطعنوا بهذا التحقيق قدام المجلس العدلي لما تحيل القضية بكاملها قدام المجلس العدلي. طيب اليوم برأيك قديه ممكن يعني يصدر عن مجلس القضاء الأعلى قرارات؟ يعني نحن بنعرف كمان للأسف في شرخ ضمن مجلس القضاء الأعلى وفي انقسام عمودي بالسياسة، شفنا كتير جلسات انعقدت لما كانوا عم يوصلوا ياخدوا قرارات حاسمة كان النصاب عم يفرض وما عم يوصلوا لانسجام معين تيقدروا ياخدوا قرارات تفيد هيدا الملف وحتى تفيد الجسم القضائي. بنتأمل انه اليوم من بعد ما الأهالي جمع
تعمدوا تحركاتهم لأكثر من شهر أو شهر ونص، يكون في هيك نظرة واقعية ونظرة وجدانية وإنسانية لهدول الأهالي اللي عم يدشروا أشغالهم واللي عم بعدهم عم بعينوا بنفس الجرح، بعده هالخنجر عم يغرز بقلبهم لأنه ما قدروا وصلوا للعدالة مثل أغلبية الشعب اللبناني اللي هو مواكبهم لو ما عم بيكون على الأرض بس مواكبهم بالفكر وبالقلب. وشفنا لما عم بتحز المحظوظية الناس كلها عم ترجع تنزل تواكب لأنه هيدي قضية محقة وهيدي قضية استثنائية. إذا ما تحققت العدالة بهذا الملف عبس ننادي ونطالب بتحقيق العدالة بأي ملف آخر بلبنان. شكرا لك جيلبر أبي عبود الخبير القانوني والمحامي المتابع لقضية تفجير مرفأ بيروت. إذن هذه هي الأجواء، نحن ننتظر ما سيصدر عن مجلس القضاء الأعلى. عادة يصدر بيان مقتضب عن مجلس القضاء الأعلى ويقول خبراء إن هذا المجلس أمام امتحان مصيري فيما يخص هذه القرارات التي ستعلن عن مجلس القضاء الأعلى الذي أيضا يعاني من الانقسامات نتيجة السيطرة السياسية على بعض القضاة داخل هذا المجلس ونتيجة تعيين السلطة السياسية للقضاة عبر المحاصصة بين الطوائف في نظام ركب على هذه العقلية وعلى هذه الطريقة. طبعا نحن سنواكب معكم كل جديد على كل صعيد بإذن الله تعالى، كونوا معنا.